من مزاميري أبي داود النبي والملك بركاته على جميعنا. طلبت وجهك ولوجهك يا رب والتمس، لا تصرف وجهك عني كلي معينا، ولا تقصني ولا ترفضني يا الله مخلصي. هللويا. الإنجيل المقدس فصل من بشارتي، معلمنا مرمت البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. حينئذ أصعد الروح يسوع إلى البرية ليجربه إبليس، فصام 40 يوما و40 ليلة، وأخيرا جاع. فدنا إليه المجرب قائلا: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب قائلا: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. حينئذ أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فألق بنفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فتحملك على أيديها لئلا تصدم بحجر رجلك. فقال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. فأخذه أيضا إبليس على جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت ساجدا لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، فإنه قد كتب للرب لك تسجد وإياه وحده تعبد. حينئذ تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه، والمجد لله دائماً.